السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ام هناء من قام كيجي في منزلي. اليوم راح نتكلم لكم يعني خارج عن النباتات، نهضر لكم على التربه واللي فيها الدود. هذاك الدود اللي جي طويل شحال من وحده قالت لي كيفاش ندير له، راهو داير لي عمل لي زعما خافوا لا تاكلوا النبته تاعهم، ما تخافوش من الدود. هذا الدود هو اللي ياكل حشرات ويسقم لكم التربه، هو اللي يحرثها من تحت يسيبها يمشي يحوس على الاكل، ينحي كامل الحشرات اللي غير مفيده ياكلها. ما تتقلقوش منه، خلوه صح هو مقزز. يعني انا ما احج اكره ما نكره في النباتات في التربه هذاك الدود، يعني ما نقدرش حتى نحط يدي في البلاصه اللي راه فيها. هو بصح مفيد 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 جدا للتربه والنبته، يعني ما تخافوش منه، خلوه ما تخلطوا فيه ما والو، خلوه عاودوا تسيبوا وحده اخرى تعاودوا غطوها بالتراب وخلوها، خلوها بتكون لا مليحه للنباتات، مليحه للتربه، هي اصلا الفضلات تاعها هي السماد للنبته، سماد للنبته. على هكا قلت لكم يعني مخلوه ما تدوروش به كاع، يعني ما يضر ما ينفع، ما يضركم ما يضر النبته تاعك، بصح النفع فيه نفع. نفع للتربه، يعني يسقم لكم التربه تاعك، اذا كان يمشي من تحت راه يحرث، هو راه يمشي في نفس الوقت راه يحرث في النبته في التربه تاعنا ويسقمها لنا، يسقمها لنا. على هكاك خلوه ما تدوروا به، ما تحوسوا عليه ما والو. بغيت غير باش نقول لكم اخواتي اللي راهم قالوا لي بلي راه داير فينا وعامل فينا، انا ما خلوه، انا راني قلت لكم خطرت صح يقلق. انا كيما دوك راني عندي البيدون هكذا، كي نرفد البيدون نسيب من تحت خير ربي من تحت، يعني تسيبه مقزز تكرهي منه بصح نورمال. عاود يرجع البيدون تاعك ما تدوري به ما والو، ما غير تحلي عليها وتولي ما يهرب، ما يقعدش يهرب يدخل تحت الطرف هو ثاني يخاف. على هكاك ما تدوروا به ما والو، خلوه هو يحرث لكم الارض تاعكم ويرجعها ما شاء الله. على هكاك بغيت نفهمكم مليح، ما تخافوش منه، وان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش يعني التربه تولي مليحه. هذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.